اللي تعمل من أجل هالبرنامج هذا. نتذكر في أول حلقة أو في أول اجتماع مع ديوان فم، من بين الأشياء اللي طلبوها إدارة الراديو أنه نسمع الناس ونقف للناس، وهذا واجبنا مش مزيد. الحلقة متاع اليوم توجع شوية، الحلقة متاع اليوم الحقيقة لازم تتضافر كل الجهود باش النجم ونقف الأم عمرها 39 سنة. صباح خير. صباح خير. صباح النور. صباح النور. مرحبا بيك. بيك عايش. أم عمرها 39 سنة. كنت لباس. كنت لباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي. نذكر اللي كانوا لا صوتك لا تصويتك لا اسمك للجهة. فهمني ولا بطلب منك وبطلب زاد من إدارة الراتبة. وإحنا زاد. 39 سنة، 4 سنين تالي كنت لباس. ايه. بعد 4 سنين معناتها بعد تحت مريضة. تحت مريضة. ايه. من بعد تكتشف اللي أنت عندي التهاب في المفاصل. من بعد اكتشفت اللي عاش نجم نمشي. ما عاش نجم تمشي. هي الآن على كرسي متحرك. ركزوا معي شوي. كيس التف الكواليس، شنية تحلم؟ السؤال السحري، شنو تحب؟ اسمعوا الإجابة. قلت لي نحلم نقف على سويقاتي، نغسل حوايج وليداتي، نطيب لوليداتي، نهزهم للمكتب، نروح بيهم المكتب، نمشي للمعلمة نسأل على نتائج ولادي، نخرجهم للمانيج، نخرجهم للجنينة. حلمة بسيطة عند ربي مش بعيد. 4 سنين ما تتحركش. نمشيو مباشرة في صلب الموضوع. تعرف لو كان المرأة هذه هو الإذن من عند ربي أكيد. تعرف لو كان المرأة هذه ترجع تتحرك كل خطوة تبدلها صدقة جاري. كل خطوة تبدلها على خطر صغيراتها والخطرة صدقة جاري. أنا متأكد العملية تتعمل. إيه. والبروتيز يركب. يركب. وترجع تمشي. نمشي إيه. يا رب نمشي. تمشي. إيه. خد نحرك في رجلي مش معنى عاجز عليهم جملة. أنت لازم البروتيز يقاوموها ويعملوا. 39 سنة هذه أختنا هذه أم. هذه أختنا هذه أم على كرسي متحرك. المبلغ المطلوب هي العملية تقريبا 15,000 دينار بالبروتيز. بالبروتيز 3,000 دينار بين مساجات ودنيا وديون وكذا. 18,000 دينار المبلغ المطلوب. أي إنسان يحس بميمته ويعرف قيمة لم اللي تتحرك على خاطر صغارها يكلمنا على 31-328-328. أي أم تسمع فينا وتعرف معناتها الظناء وتعرف معناتها الصحة تكلمنا. أي إنسان يعرف معناتها كل إنسان يبدل خطوة ويتحرك يكلمنا على 31-328-328 ولا على 50-285-285. توكلنا على الله إن شاء الله ربي معنا. هي ربي يشفيها ويعافيها. وكما أنت قلت هي باش تتحرك زيت على خطر صغيراتها. معناتها اللي باش يعمل اليوم باش يعمل باش يمنع الصغيرات هذوما. نحكيوا على أولاد صغار عمرهم 6 و12 سنة، معناتها مازال عندهم باركور متاع قراية ومازال قدامهم إن شاء الله كل خير، باش هي تنجم تقفلهم. هذه هي واحد يقفل صغاره. هذه هي بالضبط إن شاء الله يا ربي الناس تعمل باش هي تنجم تقفلهم. شوف شوف نعطيك ثم المهم وثم الأهم. مثلا يجي واحد يقول لك مثلا داري ما ماشي مليقة ولا داري سقفها طايح ولا، ويجيك واحد يقول لك بروتيز، تختار بروتيز. صحة طبعا أولوية. صحة قبل كل شيء. بروتيز. السادة المستمعين نمنعوا المرأة هذه. المرأة هذه ترجع تمشي. ترجع تمشي في نهار فضيل جمعة نهار فضيل. نتعاونوا الناس الكل. 4 سنين. ايه 4 سنين. حتى الصغار يتعبوا معي برشا. كسرنا الصغار برشا. العمار قديش؟ 6 سنين و10 سنين. تيوصل ولدك 6 سنين يقول لك أما يجوا في الراحة أمهاتهم الكل، وين ما نلقاش ماما؟
قلت له بابا حاجة ربي ولدي 6 سنين ما يفهم شيء بعلي صغير. فرج ربي وكع. فرج ربي إن شاء الله يا رب. أنت تو قصدتي العنوان الصحيح، يفرج ربي، يفرج المولى. اسمعي تو الضرب، يفرج ربي، يفرج ربي سبحانه وتعالى. هو اللي بلاني بالمرض، عطاني ولي ربي، مش ملعب، هو عطاني وني رضيت الحمد لله. الحمد لله هو عطاه وانت رضيت الحمد لله. ها باش يعطيك تو اذا مرضت فهو يشفين. ها ها تو تو هاي يا عالي قصدينك، يا عالي قصدينك، يا ربي يا عالي رانا قصدينك. 31 328 328 والا 50 285 285 نص ساعة في دينا. يا ربي يا ربي تسمعنا الخير، يا ربي تروح المرأة هذه فرحانة وعندها أمل، يا ربي تتعمل العملية وترجع تمشي على سويقاتها لوليداتها. يا ربي يا عالي باش ولدها بيقول لهاش أمي ها متلامذة أمهاتهم جاو أنت وينك. 31 328 328 بدينا. فما تليفونات ظهر لي، فما فما شكون متبعتش معنا راه في التعليقات ناس تسال كيفاش نجمو نتكلموا خاصه الجماعه اللي موجودين في الخارج. التليفون جعفور اللي هو واتساب 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 50 285 285 يلزمنا ننطلقوا، يلزم تو تليفونات تو تنطلق. يا ربي يا عالي 31 328 328 يا ولدي ربي سبحانه يا ودي قوه البرنامج هذا. باش نقول لك علاش مش البرنامج هذا، اللحظات هذه اللحظات متعه متعه صحيح والله صحيح متعة 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 ما يعرفوهاش ولا يعرفوها وين تسكن ولا شنو هي اسمها ولا تقرب لهم ما يروهاش ومعهم. اي جعفر علاش البرنامج هذايا فيه برشا إفادة؟ علاش؟ خاطر فهم برشا عباد تحب تعاون، واللي باش يعاون الكل يبدا يسال شكون النجم نعاون زعما. مبروك صوتك مبروك، عندي مكالمة هاتفية يا ربي العمل عليك نتوكلنا على الله. الو صباح النور. صباح النور. صباح الخير مدام. صباح الخير جعفر. يعيشك مدام، يعيشك مدام. يعيشك يعيشك. والله باش نعاون 500 دينار. 500 بارك الله فيك مدام. ربي يبارك لك. يعيشك وان شاء الله ربي معها وربي معها ان شاء الله وربي معها. هذا كل نجم نقول ومع الناس الكل. بالحق ما عندي ما نجمش نزيد حتى شيء. خاطر الاحساس بالحق اللي انت قلته، قلت اللي هي صدقه جاريه وهي تحكي على جيرانها بالحق. كيف نقول لك اي ام باش تحس، اي ام اي ام باش تحس. ربي معها وربي ان شاء الله يقومها لاباس. امين وربي معكم الكل وربي معكم. عايشك يا جعفر. ربي يبارك لك سيداتي سادتي. 500 دينار من 18 مليون زيدهم 300 اورو من عند عصام. 300 اورو من عند عصام، احنا نحكيو على يوصلنا الاثنين تقريبا مليون و600 مليون و300 مليون قول مليون و200 قول مليون و200 500 ومليون و200 مليون و700 عندنا مليون و700 من 18 مليون مازال. مستمعين ربي راهو باش ياذن، خافوش لا تخشوا شيء، باش يبعث الله، باش يبعث الله، باش يبعث عنده 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 جنده ربي سبحانه وتعالى. مسخرين كون فيكون طبعا. اي الو صباح الخير. بونجور جافور. بونجور مون امور. بونجور بونجور. بونجور يا غالي. ها يا بابا. احنا على فيك الثقة راهو. ربي يستر. الحمد لله. ربي يستر. ربي. ألف دينار هذا المونتو هذا نورمالمون في الثقة يتلم راهو. ألف دينار. ألف دينار المونتو نتاعها نورمالمون يتلم في الثقة، نورمالمون لازم نحسوا ببعضنا التوانسة الكل إن شاء الله وربي يقيمنا على خير. ربي يبارك لك، ربي يبارك لك، ربي يبارك لك. أول حاجة الدعاء ان شاء الله ربي يبارك لنا فيها وتقدر تمشي على ساقيها وتربي وليدها. يا ربي يا علي محلاه 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 ومحلى كلامه باش يولي معنا كرونيكور محلاه كلامه. شوف كل شيء باذن ربي، خاطر ربي لو كان ياذن في 30 سكوند في سكوند صحيح كل شيء تسخير وكلها دروس الحياه وكلها ابتلاءات وامتحانات للصبر. هاي سيدي قداش توا؟ زوز ملايين وسبعمائة. زوز ملايين وسبعمائة وعود طبعا وعود. 31 328 328 31 328 328 ولا 50 285 285. يا ربي يا عالي يجينا مونطون ينفسنا شوية على الأقل واحدة من اللي بروتيز، على الأقل واحدة بو خمسة بو سبعة. يا ربي يا عالي عندي أمل لنا. الصحة الصحة راي مهمة جدا
واللي يعاون انه يفرج على انسان ويبريه صدقه كبيره برشا. ولفت انه انسان يقعد على كرسي، انا في العائله عندي شكون مقعد على كرسي ونعرف اللي هي اللي هي حاجه بالرسم يعني يحس روحه الانسان انه هو ديما لازم وشكون معاه وكل شيء، وذيك راهي فيها ثقل كبير على القلب يعني نعرف احساسه. سمح تليفونه وصوتك اقعد ديما تكلم. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير مدام، نهارك زين. بربي انا نحب سمعت المراه اللي تحب تعمل بروتيز وما تقفش على سرقاتها. انا حسيتها وحسيت روحي كاني عندي العبره على خاطر الموقف هذايا انا حسيته. لطف عليك. وكنت مريضه بساقيه وما نقفش على ساقيه، ومعناتها الوجع اللي حاسه بيه هي انا حسيته. لطف عليك. لطف عليك. لطف عليك. والله وعدت ربي قلت يا ربي نقف على سرقاتي والحمد لله. الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. نحب معناتها نفرحها وان شاء الله ربي يفرج عليها ونعطيها 2000 دينار. 2000 دينار. شكرا يا مدام، ربي يبارك لك وربي يبارك لك وربي يشدك في صحة بدنك. ربي يشدك في صحة بدنك، ربي يبارك لك. محلاك يا خيتي، محلاك. الدنيا عبر، الدنيا عبر، الدنيا دروس. ثم شكون اللي ابتلاه ربي يصدق بعده، وثم شكون اللي مازال ما ابتلاهش يسبق يصدق قبله. محلاها المرأة. ريت فما حاجة ديما تقول ما تقولش اي حاجه تصير كان على الناس وما تصيرش علي، باش وقت اللي لا يقدر اي حد يلقى روحه في صحيت في بقعتها هي يلقى شكون يهز ويقف معاه ويشد بأزره. قداش وعود؟ 4,700,000. 4,700,000. وي 4,700,000. مازلنا بعاد، مازل الوقت. 4,731,328,328. توا تتفض حكايه البروتيز والعمليه والمره ترجع لسويقاتها وتمشي توصل ولدها للمكتب وتمشي تقابل المعلمة. العملية في قدش تتعمل؟ وقت الوقت نهيتها جمعة. جمعة؟ جمعة 15 يوم. اي بعد تبدأ الغيدوكاسيون. اي معناه نبيس معناه في السبيتال إذا موجود البروتيز. نبيس حتى من غدوة نبيس. به 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 قريب العاجل. جو 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 متفائل. أنا متفائل يا رب، متفائل يا رب يا رب. متفائل متفائل. أنا مخوفني الوقت الحقيقة. لا 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 درجيني ذولي ولا اقل من ربع ساعه. اقل اقل من ربع ساعه. خلص الكريدي نتاع الدار وريق الامور كلها وولده لقينا له حل في قطر. يعني في الحياه هذية والله لازمك تاخذ بالاسباب. ديما تكلم. الو صباح النور. الو صباح الخير مدام، يعيشك. بونجور. انا سمعت بونجور بونجور اللي كنت جافر بونجور لدام اللي كانت تحكي. قلت ربي معاك ان شاء الله، ربي معاك، ربي يشفيك. إلى قلت ربي باش نتبرع ب 100 دينار. 100 دينار مليون. الله يبارك لك ربي يفضلك. الله يبارك لك مدام. الله يبارك لك مدام. الله يبارك لك. ما تخافش ساي غاب. قلت ربي لاباس ما تخافش. عايشك الله يخليك. محلاها احكيهم مع بعض. تسمع فيك قولها قولها. عايشك الله يخليك ويسترك. عايشك تفضل لك ولادك وتقوم لاباس وكل شيء. عايشكم زين وبسلامة. اسعد ربي والله. السيدة اللي حاضرة بحثنا لهنا ظاهرا قوية جدا، عندها معنويات من اقوى ما تنجم تشوف في حياتك. مش سهل انه تشوف انسان على كرسي روح. وخطابها وصوتها فهمني ولا كيفاش تحكي برشا معنويات مرتفعه. وربي باش يعاونك باش ينظر لك ليك انت ولصغيراتك. حول الله. متماسكه ماهيش قويه. شاده روحها. معنويات هذيك هي حرب معنويات. قل له يا عالي راني باش نمشي. قل له سخر لي. وكهو. يا عالي بعثنا لك موتة يا عالي. يا ربنا في زنقة لك موتة. يا ربي يا عالي. قديش ساعة؟ 5,700,000. 5,700,000. يا ربي يا عالي. 22 دقيقة. يا ربي يا عالي. كلمنا مواطن يقول لحظة قديش قعدوا؟ عندي. إيش من؟ أهوما. يا ربي يا عالي. كن فيكون. لك موتة رهيبة. يا زينب يا عندي لك مفاجأة. عندي لكم مفاجأة. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب نفرحوا يا رب. يا رب نفرح. سمحة. إن شاء الله. إيه إحنا بدينا الحلقة وإحنا فرحانين. إن شاء الله نكملوها فرحانين. يا رب. مش اليوم. زيد. ألو صباح النور. أهلا صباح الخير. صباح الخير بابا الغالي. لاباس عليك. يا ودي شنو أحوالك؟ لاباس عليك. ربي يبارك لك. أي بشرني يا باهي.
عايش كفو ان شاء الله يا ربي يفرج عليها وان شاء الله ربي امين يا رب امين ان شاء الله ولاتك وخيان زوز ملين ان شاء الله زوز ملين ان شاء الله ربي يبارك لك ربي يبارك لك الحمد لله الحمد لله هيا وينكم يا رجال ابن بشمال وين النساء الحراير قداش وصلنا 7,700,000 بابا 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 اشطر المبلغ 7,700,000 اشترى المبلغ اي اشترى اشترى بالحساب مدام اشترى روحي فرحانه يا رب يا رب يا رب وجهك وجه خير يا رب قلب اشترى روحي تمشي اي يا ربي يا عالي روحي تمشي وظاهر وظاهره تعبتي ونضلتي وصبرتي وممنه بربي سبحانه الحمد لله ان شاء الله ما قلنا الدموع ليه عاد ان شاء الله حتى حد ما يشتاق صحته يا ربي ان شاء الله الناس الكل ربي يلطف بالناس الكل يا رب خاطر هي قالت لك نبيس حتى من اليوم تذكر شوق انها تلقى صحتها مره كيف ما حل يعني ميديكال علاش ما يصيرش ان شاء الله يا ربي يصير علاش ما يصيرش خاطر يبقى ربي لبس المرض الصحه راهي حاجه كيما قلت انت ليكزامبل نتاع الدار ولا يقلي وبني لي كل شيء وكي تحطها قدام الصحه ما توزن شيء ما فماش مقارنة الو صباح النور صباح الخير مدام يعيشك يعيشك ربي يفضلك يعيشك مرحبا بيك وبيك يعيشك والله نشكر الساعة أولا على البرامج أي برنامج يدخل الفرحة على القلوب برنامج يستحق برنامج حتى اللي كنت فيه اللي تصلحنا بدين من اللعبية هذا الله يبارك عايشك ما عندناش مزيان يعيشك بفضلك باهي أنا نحب نعاون بنيل بنيل دينار المرأة هذه اللي كانت تحكي على بنيتها وهي في الكتب أي مليون برافو عليك مدام ان شاء الله ربي يبارك لك ربي فضلك ربي انا عندي مبلغ صغير اخر نحيته باش البرنامج يفتح ما عرفتش كيفاش نتصل بيكم برنامج يستحق انت وين مدام انا منوبه انت منوبه بالنسبه للبرنامج يستحق حسب الوضعيه تاخذوا نمره تليفونك فهمني ولا إيه؟ والوضعيه اللي تفرجت فيها انت تاثرت بها نعطيوك نمره انا لخاطر باش ما نكذبش عليك مانيش قاعده نتفرج في البرنامج هي طبعا طريق الخير وكهو انا باش نخليه لكم وانتم ما تفرجوا مدام احنا لا يحق لنا جمع الاموال باش نفسر لك حاجه ولكن نطوا ننسقوا كيف بدا حدانا الماتر عاد المنفذ موجود لهنا فهمني ولا ننسقوا لانه الامور هذه هو الانسان بالتنسيق وبالقانون وبكذا يا ربي ويا ربي فهمتني بارك الله فيك يرحم الام اللي جابتك نذكروا الساده المستمعين اللي كونوا الوعود هذه الكل من بعد نعطيو النوامر التليفون للمدام مهم التفكير نسق معاهم في كل حلقة كل مواطن راهي وعود ما هيش أموال ريال ينجم شكون يخلف يا رب إن شاء الله اللي يقعد ما يخلفش بربي أمان اللي يتكلم يقعد ما يخلفش لأنه هذه صحة توكلنا على الله التوضيح مهم هاي أخويا يا أخويا يا أخويا هاي أخويا 31 328 328 هاي أخويا عنا تليفون باغمون فما تليفون إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله أنا حاسة تليفون اللي جاي باش يكون فيه خبر به إن شاء الله يا ربي يا ربي لو كان ندبروا المونطون هو الى حد الان خلينا نقولوا زاد جعفر اللي 80% من اللي يكلمونا كان مش حتى اكثر شويه أكثر يعني ما خلف حتى حد لحظه يا سي رفا الو صباح النور صباح الخير صباح الخير مرحبا بك سيدي نهاركم زين ان شاء الله نهارك اسعد لي النور مرحبا مرحبا بك باش نخلي لها انا مبلغ للسيده هذه 4000 دينار ان شاء الله ربي يشفيها وان شاء الله ترجع تمشي وإن شاء الله محليك عندي سؤال إن شاء الله تكلم إن شاء الله الخير إن شاء الله نهار آخر هكيك تعاود ترجع حالنا في الـ في الـ في اللونتين وترجع على ساقيها يا رب إن شاء الله إحنا بدنا نتمنى أوكي 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 السيد هذا تكلم قبل بابا 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 4000 دينار إن شاء الله ربي يبارك لك إن شاء الله تلقاهم في صحة بدنك جعفر ها نحب نسأل السيد اللي يتكلم سؤال كلمنا هو قبل مرة ولا لا؟ ولا أول مرة؟ ألو؟ معك كلمتنا قلت لك قبل زينب ولا أول مرة أنت؟ مش في الراديو نادي زينب أي خاطرنا الصوت عقلته حسي له يلا مرحبا بك بارك الله فيك وربي يبارك لك خلينا هكاك ما مش في خلينا هكاك خلينا هكاك فهمتك فهمتك ربي يبارك له زينب تطيحها بالأصوات كل اللي يطيحوا في التيست مع زينب في الأصوات ربي يبارك له إن شاء الله ربي يبارك لك يا باهي نهارك سعيد قولوا قد وصلنا 12,700,000 يا ربي بديت تتكون يا رب مدام نعم قديش تحبي تو قديش تحبي تو الله اعلم الله اعلم الله اعلم يا عالي ابعث لنا الله اعلم اللي في قلبها ما نعرفوش خفايا الصدور هو يعرف اللي في قلبها هي
ان شاء الله اكثر من المبلغ اللي تتمناه. اي اكثر ان شاء الله يا رب. مازال عندنا مش الوقت. نجم تقف لصغيرات هالمده الاولى وان شاء الله ربي ينعم عليها بخدمه ان شاء الله يا رب. طبعا ان شاء الله يا رب يا رب. 31 328 328 50 285 285 زاده كيف كيف على الواتساب. فما برشا ناس يتكلموا من الخارج يقول كيفاش نعملوا فما كونتو الا لين عاودوا نقولوا اللي قالوا جعفر قبيله راهو احنا ما عندناش الحق نلموا الفلوس حتى حد في الفريق ما عنده الحق ياخذ الفلوس راهو احنا نعطيكم نومر المدام مباشره تكلموها مباشره وتوصلوا لها مباشره هذا هو استا استا تكلم راح مشيت معها حلقه اليوم برافو والله مستني ياسر الوضعيه نتاع المراه والوضعيه الكل يمسوا ما اليوم سبيسيالمون نقول لك انسان تمسوا حاجه كي يبدا عنده علاقه بها الحكايه اسكت رافع لحظه الو الو يقول اسكت الو طاح فيا رافع صحيت خاطر باش ما تقول اسكت نعتذر لك اول مره نعتذر لك امام كلم خويا خذ راحتك جست نذكر بنمر التليفون 31 328 328 31 328 328 ولا 50 285 285 نعرف نعرف الوضعيه مستني على الاخر خاطر كيما قلت لك انا منها في العائله مالوروزمون الوضعيه اللي عندنا في العائله ما تداويش يعني سي من عند ربي اما نعرف اللي الانسان المقعد يعني مليون من عند شمس على رحمه ابوه شمس يرحم الوالد يا شمس يرحم الوالد اسكت رافع الو صباح النور مليون من عند شمس ما عادش تسكتوا هكا ربي تحت مره خليني اسكت وحدي مليون من عند شمس ان شاء الله ربي يرحم الوالد يا شمس ميرسي يا شمس قداش وصلنا 13 و7 13 و7 شفتوا انه المراه 39 سنه مازال عمرها قدامها مازال تستحقها مازالت الدنيا تستحقها علاش ما تمشيش راهو المشي فيه معاني كبيره برشا انك تمشي انك تتنقل انك تتحرك الساي يعني انسان كيما اللي يكون عنده قوه كبيره ومن بعد يلقى روحه ضعيف بين عشيه وضحى ما دام ما تسرحش المشي كيف كيف المشي كيف شد في الليل بحول الليل ونعمه بالليل ونعمه ترجع لصغيراتك بحول الليل صغاري اكثر يفكر فيهم هما ان شاء الله ترجع لهم وتقوم لهم وتحفل لهم وتفرح بهم وتفرح لهم هما عيني ما عندي حد شيء اخر هما عيني ربي مفدينا الكل كو لوجيك الو الو صباح النور مدام صباح الخير صباح النور تسمعنا بالتليفون مدام ايوه انا بعد برافو عليك مدام احليه لبس عليك الحمد لله مرحبا بيك عايش 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 سمعتنا سمعتك اي سمعتك كنت تسمع فينا اي وطلبت تدخل اي تحب تدخل اي هاي هاي تسمع فيك يا المدام قولها صباح خير صباح خير صباح خير صباح خير عسلامة عسلامة عايش اختي عايشك اي قالت لك منين قدرت ربي من عندي رحمة على بابا وامي الله يخليك يرحم بوك وامي ان شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم يرحمهم وينعمهم ان شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم ان شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم هذه الهدايا التي لا تقدر بثمن كي بداوا الاولاد يبعثوا الرحمة لوالديهم بهالفعل الباهي والفعل الطيب الفعل الوحيد اللي يقعد يكتب للنيت هو الذرية الصالحة واصل 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 قديش وصلنا؟ بكم وصلنا 16 مليون 700 واصل 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 مازال وعود مازال مازال مساجاتها وليداتها وحياتها المرأة خلينا مازال ربي حب يكرمها نواصل يا رب يا رب ها يا وينكم خويا في كل خطوة تبدلها خويا صدقة جارية متأكد من هان كل خطمة مع وليداتها صدقة من عند ربي سبحانه مانيش متضلع ولكن اخويا نفهم ربي كريم يا اخويا ربي يا كريم يا جعفر بالله خلينا نقولوا حاجة أي. راو ليوصل انه باش ناخذوا له الحالة نتاعه وتتعدى راو ربي كاتب له راه اكيد من الاخر اكيد من الاخر يعني كان انت تتعدى هو اسطى كان انت توصل سيكو ربي يعرف اللي انت توا تستحق أكيد. الو الو عسلامة صباح النور مدام عسلامة عايشك لباسة الحمد لله عايشك مرحبا بيك لاباس انت الحمد لله يا ربي انت شنو امورك الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي كيعطينا حاجه راهو يحبنا وكي زاد يبري لنا يحبنا اللي يحبوا يزوروا صحيح اي والله والله باين نعطيها زوز ملايين زوز ملايين ربي يبارك لك مدام عايش محليك مدام ربي مدام يسال السؤال كما ترشمان انت منين تكلم فينا انا من سكره
مرحبا بك مدام، ان شاء الله ربي يبارك يرحم والديك، ربي يبارك ياخذ خاطرك. محلاه المراه، محلاهم محلاهم زوز ملايين. قداش وصلنا؟ 18 مليون و700. زيد يا عالي، لازم يا كريم يا الله. محلاهم الجمله ذوما اللي عنا في تونس، واحد كي ربي يبتليه بمرض يقول لك ربي اللي يحبه يزور. هذيك نعمه من النعم، وربي يبعث لك لي سبب معين، وانت هذاك علاش ديما نقول الحمد لله. ربي مقدر انه اليوم، الحمد لله ربي مقدر لك اليوم ما مدى صبرك. انا هكا حسب رايي، قداش صبرت وقداش عانيت وقداش انتظرت اليوم ربي. بالله عندي حكايه جعفر، حكايه. فما مراه تعمل في بيت، البيت هذا ما يصير له حتى شيء. نهار لما ويحبوها ياسر، لما تحويجها قالت مروحه خارجه. قالوا لها علاش خارجه؟ اش عملنا لكم؟ باهين معاها على الاخر. قالت لهم انا ما نجمش نقعد في دار نساها ربي. لطف. كي خرجت يجري في جرتها طفل صغير خاطر تربي فيه يحبها. طاح. كي طاح تجرح، رجعت للدار. خاطر ربي كي ذكر يبتلي اكيد عبده، دونك الابتلاء حاجه به. الو كثر منهم الحكايه هذوما. الو مدام. وي صباح النور. بونجور. بخير يا بابا، لاباس عليك؟ عايشك الحمد لله. الحمد لله، مرحبا بيك. الحمد لله. طلبت التدخل. اي انا بون سي بو فو دير، باش نعطي 1000 دينار. 1000 دينار، ربي يبارك لك يا مدام. يعيشك. الله يبارك. 1000 دينار من عند المدام، ومازال عندنا درج. درج. ومازال عندنا درج. مازال. وبالفايض. مازال. مازال عندنا درج، ماهوش فايض، لأنه هي المساجات. واللي هذاك بتاع الكينيك. أنا عام تقوم الروحة والصغيرة على الأقل باش ترجع. باش ترجع. تلقى باش تواجه. ترى خويا نعملوا ركور 19 و7. يا ربي اسمع، باش نعملوا ركور. احنا باش نعملوا اللي مقدروا ربي، اللي كتبه لها ربي. احنا باش نتبعوا ربي قداش مقدر لها. اكيد. صحيتك صحيتك، هذيك هي اللي عملنا مع الحاج جمعه اللي فات. اللي كاتب عجبين لازم تراه العين، لازم اللي قدره لك ربي اليوم المونطون. والله العظيم اللي ينجم واحد ينحي لك قرب. وثم ناس توا متردين، نطلب ليه نطلب ليه؟ ثم ناس باش يطلبوا تو مثلا. الو الو يا سلام، صباح الخير. بخير، شحالكم؟ مرحبا بيك. بيك عاشك. تسمع فينا في الدار؟ لا لا، من الخدمة. في اثنين الخدمة. في الخدمة، إن شاء الله ربي يبارك. إن شاء الله 3 ملايين لأختنا وربي يشفيها. يعيشك. 3 ملايين. ربي يبارك لك يا صديقي. إن شاء الله ربي يبارك لك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. وعين في هالوقت الصعيب، وفي هالوقت ذي الاقتصادي الصعيب وهالأزمات وكل شيء، فما ناس تنحي وتعطي. الحمد لله، فما بالك إنسان يجي يرفع الأمة على أخوه. يا زينب، فما برشا عباد تحب تصدق، وبرشا عباد يحبوا يصدقوا للشخص الصحيح المناسب. ما ينجموش، يبداوا يسألوا. نعرف على قد قلوبها. صحيح، على قد قلوبها. أنا تعداوا معايا في برامج وزينب كانت معايا. صحيح. ونبرح يا عالي يا عالي يا عالي، لمينا 300 واش؟ على غير نية ربي، ما على خاطر ثم حاجة يعلمها إلا الله. نعم بالله، ربي يعلم. أنا خاطر عندي غشاوة. طبعا احنا نحاول نثبتوا معلومات وغيره، لكن ربي يعلم. أنا لا 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 لا، فهمتني؟ 31 328 328. زيرو ثلاثة دقائق نكمل. مدام نعم، باش اليوم باش نوصل الرقم قيس، باش يقدروا ربي ان شاء الله. ربي يا ربي الخير. يا رب. 31 328 328. قداش وصلنا تو؟ 22 و700. ربي فما برشا ناس قالوا ما نجموش نعاونوا بالفلوس، ادعيوا لها بالشفاء. ادعي 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 ادعيوا لها بالشفاء، ان شاء الله ربي يشفيها ويعافيها. ادعي 31 328 328. والا 50 285 285، هذه الواتساب تاعنا. محلاهم الناس والله. ليت البارح انا قداش موجوع، وقلت لك الناس ومن الناس ومن الناس والناس، مجتمع قاسي. فصيله من الناس. اي فصيله من الناس. شو هذوما؟ ناس اخرين. صح، مش خاطر مش خاطر تكلم عطا فلوس، لا 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 لا، انه خمم في خوه، خمم في انسان ما يعرفوش. ما راهوش. انا لليوم لليوم نتذكر مراه من العراق ماشي لراجلها في فنزويلا، وانا واحد في مطار سوريا في تمبري ب 30 دولار. والمرأة درزية، حكيت لك عليها؟ حكيت لي عليها، نتذكرها، محلاها الفاز. من العالم الكل، ما نعرف ايش. بعث لك رب. يا ودي قلت لك لين نموت ما ننساهاش. كيفاش الحكاية؟ قالت لي شنو هو المشكل؟ أنا ما عنديش إتيديون. 30 دولار هما، أما ما تعرفنيش، قالت لي هذوما 30 دولار. مدام، قلت لي هذوما 30 دولار. سافر. وين ماشي؟ معاها صغار وكذا.
قالت لي ما رايحه لزوجي في فنزويلا ان شاء الله ربي معاك وما تقابلناش مره اخرى مانيش باش نتقابل ان شاء الله قدام ربي في الخير. اما هذيك تنفست انا من حيث لا تعلم. ربي يا ربي ربي سبحانه. 31 328 328 والا 50 285 285 مازال تما مواطن تما مواطن يا مرحبا. ادخل ادخل ايش هدي وقول لنا في الميكرو قديش مليون. فما مواطن تويك جاي عطى مليون وقال ما نحبش نقول لا اسمي لا نظهر لا نتكلم لحتى شيء. خبيه بارك الله فيك. ماله يعني عندنا تو 23 لاحظت اللي رفع يفهم في الفلوس قال لهم مليون من بعيد راه برافو رفع بالياستيكه رفع حتى جعفر يعرف ما يحبش يقول برافو رفع 23 انا نفهم في الفلوس أما ولت عندي القدرة أني نفهم في صفاوة النفوس. عندي قدرة وليت نفهم الحمد لله والله العظيم. ساعات تشوف واحد متغشش ويسب وكذا فمني ولا والحكم فمني ولا إنسان شديد وقاسي وكذا وهو قلبه زبدة عامله ماسك كيكة أما هو من داخل صافي على الأخر. بلي جعفر نحب نحكي حكاية كما اللي حكيتها نتاع المطار في سافيس. فما راجل دخلت هذه حقيقية حتى الأخرى حقيقية دخلت مرته تولد الكلينيك لازم يدفع دون لو طون 800 دينار. كي دخلت مرته اون اورجونس تولد ما عنده حتى فرنك يا الهي. دخل المراه تولد وهو خرج يعمل في اكسبريس في القهوه اللي مقابله الكلينيك يشرب في القهوه ويقول يا ربي باش نعمل باش خرج مرته لازم يا ربي باش نعمل. طلب التليفون نمره ما يعرفوش قالوا خويا انت وين تو قالوا راني مرتي ولدت وكل شيء قالوا ان شاء الله مبروك وين هاني جايك قال له أنا في بلاصة فلانية جاه قال والله لا نعرف النمر ولا يعرف الرجل مد له انفلوب قال له أنت راك تسالني فلوس وهاني جبتهم لك ومشى كي حل الانفلوب تعرف قد ايه 800 دينار تاع الكلينيك يا سبحان الله اسمع. إلى يومنا هذا لا يعرف الرجل شكون لا يعرف منين يسالوا فلوس لا يعرف والو اي أنا مرتي حابلة في الرابع وما نعرفش أول مرة مع التجديد في الدومين وشدتها وجاعة بسم الله هزيتها نجري خويا للكلينيك فهمتني ولا ما في بالي كي دخلت الواحد ثم باب كيما تاع الامريكان هذاك الباب فهمتني ولا دخلت دخلوها على البلانكار وجيحه ودر شنو والله كي دخلت في بالي شي ثم نسيت ولد لداخلا بعد درج نسمع وي 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 كلمت امي قلت لها ولدت قالت لي كنت شكون ولدي قلت لها مرتي ولدت قالت لي ارنب شنو اللي ولدت قالت لي شافر ثبت يا شافر انا ماني تعرف كيفاش دخلت بعضي الفرمليه كي خرجت الصخايب المراه اللي ولدت مرتي انا تعمل لي مبروك مبروك يا شبالك واش هذا اللي غادي مديت لها 20,000 بشارة في ولد مش ولدي مش رزق ما يسالش بشارة هيا هيا بشرنا بابا هوا بابا هوا الفراش يا بابا عسامة جعفر عسامة قداش المونطون اللي وصلتوا له 23 و700 23 و700 حسب التليفونات اللي جات كهو مستمعين بتاعنا 23 مليون كهو يعطينا ترى يا رب يستفز يا رب مستفز به جست حب نقول حاجه شمس مليون على رحمه والدي يا رب يرحم الوالد وفما مدام زاد من صفاقس 4000 دينار على رحمه الوالدين ما تعدتش معنا خاطرها مريضه ربي يشفيها معناها هي 4000 دينار ابار اللي تكلمت على 4000 دينار هي ابار اللي تكلمت ثم وحده 4000 دينار على رحمه الوالدين صوتها تعب شويه مريضه ربي يشفيها امين يا رب العالمين ان شاء الله ربي يفرج جعفر المبلغ ان شاء الله اللي خلطنا له اليوم المكالمات اعطيني نقراها نعطيك تقراها انت اي في ولا ولا تمشي ولا نحي اعطيك اعطينا المبلغ الجملي ما تدخلوناش بعضنا خاطر ندخلوا بعضنا صحيح الكل في الكل والله اعطينا من الاخر عطينا من الاخر خلينا نقول بين اللي احنا جاونا لهنا واللي جاوكم انتوما في الغيجي برشا ناس تكلمت وحبتش تظهر وبرشا ناس جات ومشات القلوب القلوب يا جعفر المبلغ الجملي ومازال عندنا دقيقه بربي باش نسلموا نزيدهم المليون هذي اللي على الطاوله موجود هنا مزيود في 23 و700 ايهاب اللي عطينا المبلغ الكل عطينا المبلغ الكل شنو يا رب والله يا رب قدي هيا عاد شنو يا رب يا جعفر ما تعرفش يا رب يا رب ما تعرفش المستقبل تاعنا شنو يا رب يا جعفر معش وقت بالله بالله يا رب يا رب شنو يا جعفر يا لحظه يا زينب يتعبنا جعفر امان ما عادش بكري يا رب زدت المليون زدت مزيد 500 يا رب 500 دينار 800 ديك
820 مش جعفر معاش بكري بس ثاني يا رون سلموا لونتين بلي قبل ما تقول الشيفر فم وجدي من جماعة ستوندر بعثوا لي توتا حاليا اليوم وجدي من تونس يحب يعاونها قال هو تاكسي يحب يهز لأي بلاصة تدل في كل الأوقات المبلغ المبلغ بتاع اليوم هو مبلغ قياسي وعود وعود برحمة اللي عز عليكم اللي يوعد ما يخلفش يا رب مبلغ قياسي يا رب قول جعفر وقتنا جعفر خمسة واربعين مليون يا رب وثمانية مية وعشرين الحمد لله الله أكبر والله الله أكبر الله أكبر الحمد لله تستحق المرة دي الحمد لله كيش 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 ليه 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 ميرسي الناس الكل استحق 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 قلبها استحق لوليداتها ربي ينطر لوليداتها ربي دل عليها عطيكم جاه ربي اللي يوعد ما يخلفش كاو والله ربي دل عليها كاو كملوا لها فرحتها ان شاء الله مبروك يا رب الف مبروك الحمد لله يا بون ويكاند هذا هو البون ويكاند ويكاند الجاي باش تعمل البالي راك انت البالي يا رب الله يخليك يا ربي ترجع لنا على سويقاتها ونفرح بها يا ربي يا رب يا رب الى اللقاء الناس الكل يوقف معايا الكل كي نرحم ما عندناش مزيه ما عندناش مزيه ما عندناش حتى مزية إن شاء الله ربي يبارك لك وإن شاء الله ربي يبارك لأي إنسان تدخل فهمني ولا لأنه الحقيقة شيء 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 فرح الله نعود ساعة سعيدة مرة أخرى إيه نعود ساعة سعيدة بون ويكاند كل فينا من باي باي كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص.